سعد ناطق ناجي، مدافع العراق الوحيد اللي قدر يوقف كريستيانو ونيمار وبنزيما وهواي من النجوم العالميين، وبالنسبة لي اعتبره واحد من افضل المدافعين العراقيين اذا ما كان هو الافضل. سعد مواليد 1994 من محافظة النجف، بلش مسيرته مع نادي النجف وبعدها لعب مع نادي مصاف الوسط والقوة الجوية والعربي القطري ونادي الشرطة العراق ونادي ابها السعودي اللي قدم به مستوى عالي جدا، والان يلعب مع نادي القوة الجوية. اما عن مشاركته مع المنتخب الوطني، لعب لاول مرة بسنة 2011 تحت سن ال 20 سنة وبعدها لعب تحت سن 23 سنة، وب 2015 لعب مع المنتخب الوطني للكبار، وقدر يشارك بعدة بطولات مع المنتخب ابرزها بطولتين كأس آسيا وبطولتين كأس الخليج، وقدر يحصل على عدة جوائز وبطولات مع الأندية ايضا. سعد من المدافعين المهمين بالعراق ويستحق انه يشارك بجميع البطولات مع المنتخب، واكيد اغلبيتكم راح يقولون عمره صار كبير ولازم يعطي فرصة للشباب، بس انا برايي اشوف انه سعد عنده خبرة كبيرة حسب مشاركته بهواي بطولات مع المنتخب، وصحيح عندنا هواي لاعبين شباب موهوبين لكن بنفس الوقت الخبرة مطلوبة، وسعد يستحق انه يكون لاعب اساسي بالمنتخب. وانتم شنو رايكم؟